آخر نقطة أو آخر نقطة أو نقطتين، آخر نقطة إن شاء الله نختم بها في مسألة الصحابة. معاوية رضي الله عنه، وأنا أستغرب في صلاح جودة وأيوب موسى وأحمد عباس وشل الورى محمد مصطفى، أنتوا وافقتوا في الكلام الأول؟ طيب الزول ده بعد فترة قال نحن ثبت لنا بالنقل الصحيح أو النص الصحيح أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي أن معاوية رضي الله، أنا حافظها في راسي بعينينا دي في كلام في الفتاوى وفي كلام ما تفهم إنه أنا قاعد أقرأ من حافظها في راسي وبعدين بيجيبوها لك مسجلة، أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي إنه أولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك. معاوية كان بيدعي كذب اللفظة دي رضي الله تعالى عنه، لكن نحن ثبت لنا بالنص الصحيح مش بيدنا العلماء إنه معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي إنه أولى بالخلافة بمين؟ من علي وقاتله على ذلك. أنت فاهم الكلام ده؟ ده مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، الجزء 35، الجزء 35 الصفحة 72، قال ومعاوية لم يدعي الخلافة. عديل كده، دي بالرفرف ولا بالصدام؟ عديل ده مش بالصدام، عديل كده تر والله. مين والله رحمه الله؟ قال ومعاوية رحم الله ابن تيمية، ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك. وقد الناس الجمعة معاوية يعني، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال إلى آخره. كلام ده مش واضح يا جماعة؟ مش بين؟ طيب نجيب كلام معاوية عديل آخر شي نختم به، والكلام ده بتلقاه في فتح الباري الثاني، ده كلام معاوية تحت الحديث رقم 700 7000، رقم 7121، 7121 نقلوا فتح الباري، صاحب فتح الباري وابن حجر تاني، أنا نقلت نقولات هنا برضو عند الذهبي في سير إعلام النبلاء الجزء الثالث، وأيضا في البداية والنهاية في الجزء الثامن صفحة 132. طيب قالوا شنو ده وده؟ نفس الكلام نقلته ده في الثلاثة مواضع. أنا أقول لك كلام ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر وقد ذكر يحيى ابن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية، هنا الذهبي في نقل الذهبي وفي نقل البداية والنهاية، في نقل الذهبي قال أبو مسلم الخولاني وأناس، أن أبا مسلم الخولاني وأناسا، هنا ذكر شنو؟ أبا مسلم الخولاني قال شنو؟ قال عن أبي مسلم الخولاني أو الخولاني أنه قال لمعاوية، ده كلام واضح وده معاوية ذاته رضي الله عنه، قال لمعاوية أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ أنت بتنازع في الخلافة ولا أنت مثله؟ أيوة خليفة مثله. قال لا، القال ده منه؟ معاوية رضي الله عنه. قال لا، ديك شايل لهم فتاوى عدلان ده ومنو وذاك، وقالت فلان وقالوا ناس فلان، والله لو جبت الكرة الأرضية كلها وقفتها صف، ومعاوية بيجاي صف قال أنا ما قلت
نصدقه هو الذي لنا قالوا نقل وفهموا فهم هو ذاته معاوية والتبراك يا محمد مصطفى قلت ده العدول العدل بيكذب العدل بيكذب ما العدل ذاته قال أنا لا والله أنا ما قاتلت الموضوع في رواية الذهب أن نقلتها من الذهب من كتاب الوهيبي هنا دي قال لا إني أعلم أنه أفضل وأحق بالأمر طيب ليه قاتلت ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه يعني أطلب دمه يعني فأتوا عليا قولوا له يدفع لنا قتل عثمان فأتوه فكلموه فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم إليه فاقتنع معاوية فسار على في الجيوش فسار علي في الجيوش عفوا فسار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بصفين في فتح الباري تحت الحديث 7121 هنا الناس زي قاموا شنو ناس احمد عباس قالوا طيب معاوية عرفناه وما قاتل علي عشان السلطة طيب علي ما قاتلوا عشان يبايعوا يعني علي قاتلوا عشان شنو السلطة مش الكلام ده يفهم كذي ده فهم ناس احمد عباس وغيره الكلام ده ابن تيمية جابوا لك في قتال اهل البغي والخوارج وابن تيمية قال ديل ما زي الخوارج وما زي اهل البغي ناس معاوية رضي الله عنه لانهم اخيار ولانهم عندهم شنو بعد ذاك ده كلام ابن تيمية بعد ذاك معاوية لأنه عنده شبهة وعنده احتجاج الاحتجاج شنو دم عثمان رضي الله عنه الحاجة الثانية هل علي جاء قاتل معاوية قال لي يا معاوية الناس بايعوك انت أمير للمؤمنين وأنا دار قاتلك أنا أمير المؤمنين ولا قاتلوا عشان يبايعوا بعد ذاك الأمر يستتب يطبق الحد مش قاتلوا عشان كذي فهل قاتلوا من أجل السلطة ما قاتلوا من أجل السلطة يا شيخ لو قالوك سبب القتال شنو أنا ما ناقشتهم هم قالوا لي الجماعة ذي الناس صلاح جودة ويحيى ذلك في ديوان الشيخ ذكرين مثلا ذكرت لهم مثال بس قلت لها يحيى لوسي فلان ده أمير للمؤمنين ذكرت لهم كذا فلان أمير للمؤمنين وإنت عندك ولاية وأنا عندي ولاية كلام بالمعنى ده ذكرت واحد فينا الوالي وذاك والي وذاك أمير المؤمنين قلت ليت قلت لأمير المؤمنين أمير المؤمنين من حقه يقول لي ناس الولايات بايعوني صح ولا ما صح ده من حقه فده ما قتال في السلطة أفهم الكلام ده هم ما قالوا نحن دارين السلطة وما قالوا نحن سلاطين عشان لما نكاتلوا نكون كاتلهم في السلطة هو داري يطبق الحد لكن قال له انت بايعوني أول شيء عشان أطبق شنو الحد وهم ما قالوا لنا احنا بنبايعك انت ان احنا اللي بنستحق الموضوع ده انت ما بتستحقه لا قالوا احنا دارين دم عثمان تقتص من عثمان بمايعك عشان دم عثمان ما يضيع هدرا انت المساله فقلت لي يا اخي انت الان ده امير المؤمنين انت والي وانا والي انا قلت للوالي ما بسلمك الولايه دي الولايه دي حقتي وانا الامير وانا احق بها منك وأنا الوالي وإنت قلت له يا أمير المؤمنين أنا الولاية دي شايفة حقتك وأنا بسلمك لكن اديني العمارة دي كان مدتني العمارة دي ما بسلمك أنا الأول ده اللي قلت له أنا أحق بها منك ودي حقتي لما نحصل قتال بيني وبينه مش أنا قاتلته عشان الولاية دي صح ولا ما أنا ما قلت له حقتي وانا حق بها داك قال لي اخي انت حق بها مني لكن العماره دي بس تكتب لي العماره تديني لها ده قاتل عشان الولايه ولا عشان العماره مش عشان العماره معاويه ما ادعى الولايه ما قال لي انا الوالي ولا انا بستحق وجا من الشام وفي مواضع داك مجهول لكن في المواضع كلها ما قال لي انا اولى بها منك يا علي انت الوالي لكن انا داير الدم منه
عثمان انا ود عمته. الناس اللي جوا لمعاويه قال له اها ما بايع بايعوا، قال له نمشوا له قل له دم عثمان. لما مشوا له قال انا بعد استتب لهم، والحاكم ما يقدر يطبق حدود وفي فتن شغاله، صح ولا ما صح؟ استتب لهم حدود فيها قتل، وديل دخلوا هنا اججوا الفتن، فده الموضوع كذا اصلا. فقال لهم دم عثمان رضي الله عنه، وده كلام معاويه بنفسه. والله انا ده من اكثر الكلام اللي اقنعني في المسائل دي كلها. شفت مش كلام العلماء كله محترم ومقنع تماما وقوي جدا والسلامة في اتباعه، لكن الأقوى من كلام العلماء كلهم كلام معاوية ذاته. قال لهم لا أنا ما حق بأمن، لكن دم منه عثمان. تاني بعد لو جبت مش كتب من هنا تملى بها الترابيزة، لو كتب من الحاج يوسف للفتحاب جوا مرصوصة قدي ورا بعض، ومعاوية قال لك أنا ما قاتلت عشان كده، صدق منه؟ صدق معاوية رضي الله عنه. وهذه فيها عبرة لمن كان له قلب، وفيها بيان لمن أراد الحق، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.